صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصح قول بعضهم بأن شرك أهل الشرك في زماننا أشد من شرك أهل الجاهلية؟ نعم، هذا قاله الشيخ محمد بن عبد الوهاب، واستدل على هذا لأن أهل الجاهلية يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، فهم يخلصون في حال الشدة لأنهم يعلمون أنه لا ينقذ من الشدائد إلا الله جل وعلا، فهم يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء. أما أهل هذا الزمان فإنهم إذا اشتد بهم الأمر زاد الشرك عندهم، فلا ينادون الله ولا يستغيثون بالله في الشدة، وإنما ينادون البدوي وعبد القادر وفلان وفلان، يهتفون بأسمائهم: أنقذونا أنقذونا. هذا واقع ومعروف عنهم، حينما يقعون في شدة: يا علي يا حسين يا فلان يا علان، ولا يقولون يا الله أبدا. هذا شيء مشاهد، ما قاله الشيخ من عنده، وإنما نقله عن شيء مشاهد وواقع. نعم.